اخبار اليوم. العام الجاي ان شاء الله مسلسل افراح القبه روايه استاذ نجيب محفوظ اخراج استاذ محمد ياسين دوله بدون ترتيب منى زكي اياد نصار رانيا يوسف دينا توسن بدر صبري فواز صبا مبارك واخرين ان شاء الله محمد الشرنوبي ان شاء الله خير يعني ربنا يوفقكم الف مبروك شكرا جزيلا.